يمكن هدف عمرو سولية النهارده ده هدفه الاول مع النادي الاهلي بقميص النادي الاهلي طبعا في بطوله الدوري، بنبارك له طبعا. حاجه مميزه ان يبقى في عندك كذا لاعب مميز في منطقه انت بتتميز بيها، سواء خصوصا لما يكون في حسام غالي، حسام عاشور، مجموعه من اللاعبين اللي بيقدروا يلعبوا في الجزئيه دي، احمد فتحي طبعا. فبالتالي انا بنبارك طبعا لعمرو سولية هدفه النهارده مع النادي الاهلي، وهو اول اهدافه في بطوله الدوري. كابتن ربيع، خلينا نبتدي بالحالات الفنيه. الحاله الاولى للنادي الاهلي، ويمكن ده الهدف، خلينا نبتدي بيه، هدف اللقاء الوحيد لعمرو سولية في الدقيقه 45. هدف اعتقد حضرتك كابتن ربيع كنت بتقول عليه ان هو مجموعه من اللاعبين اشتركوا فيه بشكل كبير. هو انت عندك في الثلث الاخير المفروض الاتجاه الهجومي بيبتدي من وسط الملعب، بيبقى عندك شكل هجومي، عندك صوره هجوم، عندك تمريرات دقيقه جدا، عندك تمريرات مفاجاه، وده اللي حصل من عبد الله لحمودي للاطراد السولية. وقلنا هنا السولية لازم يطور اداؤه، يبقى الرابع الهجومي بتاع التلت الاخير 4-1 4، وده الرابع بتاعهم اللي بيزود. فكان النهارده انه كويس وجاب جول، وهنا يحسب ان الحفاظ على الكوره، الحفاظ على الكوره في التلت الاخير، وقلنا نسبه الاستحواذ يعني ان هو يسيطر، انه ياخد، ان ما تتراحش الكوره منه. فاعتقد انه يعني هجمه منظمه راحت بعدد من اللعيبه، من ان العدد كان متساوي 2-4-6 2-4-5 كده النادي الاهلي، وقدروا الخمسه يتفوقوا، بقى 6 بقى 8 6 على 8، فقدروا ان 6 يتفوقوا على العدد الكبير ده، يبقى امتياز ونجاح وهدف لصالح النادي الاهلي. طيب يعني هو هدف مميز جدا كابتن هادي، لو انت ليك تعليق عليه برضو تاكيدا لكلام كابتن ربيع. انا طبعا الهدف ده بيجمع ثلاث كلمات اساسيه، هو اصرار وثقه واتقان. الاصرار هي اصرار اللقطه الاولانيه، اصرار عبد الله السعيد في ان هو ازاي يروح للكوره ويسبق الاثنين لعيبه اللي عملوا تاكلنج على الارض ويستخلص منهم الكوره، فهو عنده اصرار شديد جدا في نجاح الهجمه. فدي اول لقطه لعبد الله السعيد بتبروز كلمه الاصرار على النجاح. اللقطه الثانيه هي الثقه في المراوغه داخل ال 18، ان هو عايز يحتفظ بالكوره بشكل كبير جدا اللي هو حمودي، ثم اتقان التصويبه من عمرو السولية بشكل رائع جدا. لكن هي الكره من بدايتها يعني فيها شغل كويس من عبد الله السعيد ثم علي معلول، والتحرك اللي هو جاي من عمرو السولية. انت شوف التحرك الاولاني، يعني هات بقى اللقطه ان عبد ان 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 كان فين عمرو السولية وبقى فين. يعني هات الكره لما تبقى مع علي معلول وتشوف قد ايه عمرو السولية كان عنده اصرار على الكلام اللي احنا قلناه من بدايه الحلقه. هو نقطه كابتن هاني، يعني بص ما كانش ظاهر هنا في الصوره، هنا بقى ابتدى يظهر في الصوره، وابتدى هنا تتحول بقى ل 4-1 4-1 زي ما كنا بنتكلم بالظبط كده، يتحول دوره الهجومي بقى. مش هو ما عندوش واجبات دفاعيه بنسبه 100%، هو عنده 50-50. الاربعه اهو ومعاهم كلوبالي قدام، بقى 4-1 4-1 في الطريقه الهجوميه. وبعدين بص على السولية برضو، استنى هيدي شويه داخل ال 18، وابتدى يرجع لورا سنه عشان يستقبل الكره من حمودي. يعني هو عمال يعني يبص لحمودي بحيث ان هو ياخدها بشكل او باخر. هي الكره يعتبر طولت من حمودي، لكن هو كان في البوزيشن او في المكان المناسب اللي قدر يصوبها من لمسه واحده في ببطن رجله في الزاويه اليسرى لحارس المرمى، وكان يصعب على حارس المرمى ان هو يصدها. لكن انا بحيي عمرو السولية على الاختراق من وسط الملعب للهجوم في وقت كنا محتاجينه يكون موجود فيه. وهو ده اللي احنا قلناه في بدايه الاستوديو، ان لازم الهاف ديفندر يتحول في الكره الحديثه من مدافع صريح فقط الى 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 مدافع ومهاجم وعنده قدره على الحل الهجومي مع زمايله. تخيل لو عمرو السولية مش موجود دلوقتي، حمودي هيعمل ايه؟ الكره دي راحت مع لعيب الاتحاد السكندري. طيب كابتن ربيع اتفضل. برضه هنا في برضه يعني يحسب لعبد الله انه حافظ على الكوره ما ضاعتش، يحسب لحمود ان الكوره ما ضاعتش منه. يعني في التلت الاخير لما حافظ على الكوره يعني هدف، يحسب للسته بتوع النادي الاهلي تفوقوا على 8 من الاتحاد بالعقل. استخدموا العقل، استخدموا العين، استخدموا الجديه، استخدموا الدقه في التمرين، استخدموا الحركات المفاجاه. ومن هنا وفي نفس الوقت التحول من دفاع الهجوم كان سريع، ان نطلع من الثلث الاولاني للثلث الثاني للثلث الاخر للثلث الاخير وانهاء الهجمه فيه. فيحسب ان العقل كان موجود، مهاره يعني العقل يعني مهاره، فده يحسب للسته الحمر بتوع النادي الاهلي وتفوقوا على 8 وسجلوا هدف، وهدف كان غالي جدا بثلاث نقاط. بص بقى في لقطه كمان في الجون ده مهمه جدا، لقطه عبد الله السعيد. هل عبد الله السعيد لما جات له الكره من علي معلول كان عبد الله السعيد عايز يراوغ ولا عايز يديها لاحمد حمودي؟
يعني بص بص اللقطة دي دي لقطة ممكن يكون السادة المشاهدين حتى لما يشوفوها معانا في حد هيقيمها ان هو عايز يعدي من اللعيب، وفي حد هيقيمها ان هو لمح حمودي في الجانب الايمن فابتدى يتعامل معاه وعايز يبصيله. بص يا كابتن ربيع وكابتن فاروق، بص عبد الله نزل خطوتين تحت والسولية خد مكانه مظبوط. بص بقى هنا بقى هل هو عايز يبصيها لعبد الله اللي يبصيها لنفسه ويعدي من اللاعب ده ولا يبصيها لحمودي؟ ايا كان القرار اللي هو خده، بس لقى الكوره يعني كان لازم يتابع الشغل بتاعها، يعني مفحش كان يلعبها كده الحمودي ويقف، كان لازم يتابع الشغل بتاعها عشان تكمل وتروح لحمودي بشكل كويس. فتحية لعبد الله السعيد، تحية لعلي معلول ان هو قدر يلعب الكرة في وسط الملعب، تحية للسولية باختراقه من وسط الملعب للهجوم. طيب يعني خليني اقول لكم خبر ان مباراة بروسيا دورتموند وموناكو اتأجلت للغد ان شاء الله، فبالتالي دي نتيجة طبعا انا ما اعرفش هو عمل ارهابي ولا لا، ولكن انفجار بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل ما يروحوا طبعا الاستاد سيجنال بارك لمواجهة طبعا نظيره فريق موناكو الفرنسي في بطولة اوروبا ابطال الدوري. يمكن اكيد يعني المباراه اتاجلت لان الانفجار ده اكيد بشكل كبير ممكن يكون اثر بشكل كبير. في بيان رسمي للنادي قال تم تاجيل اللقاء سيقام غدا الاربعاء في تمام الساعه السادسه او السابعه الا ربع ان شاء الله في بتوقيت المانيا. طبعا هنشوف يعني تطورات الانفجار ده سببه ايه، ولكن هو ده الخبر اللي جه. كابتن ربيع لو ينفع نشوف الحاله الثانيه اللي حضرتك اخترتها موجوده اتفضل. طيب نروح لفاصل سريع نرجع نكمل طبعا مع كابتن ربيع وكابتن هادي خشبة الحالات الفنية اللي ممكن نكون اخترناها أثناء المباراة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية كابتن ربيع. يعني قبل يعني خلاص احنا وقتنا بينتهي سريعا، النهاردة كابتن ربيع شاف مين هو رجل المباراة بالنسبة لكابتن ربيع؟ رجل المباراة رجل المباراة رجل المباراة، ده انا سؤال مفاجئ ده مفاجئ صحيح. كده يعني يبقى نعتبر السولية عشان هو سجل الهدف. نعتبره عشان سجل الهدف وكان بعيد جدا ودخل بقوة النهاردة وكمل المباراة، فبعتبر السولية. انا معاك يا كابتن، انا معاك كابتن هادي، انا ما اقدرش اختلف على الكابتن ربيع، انا معاه. لا فعلا هو خلي بالك صفحة القناة دايما بتاخد من رأيكم فبتنزل من هو رجل المباراة. اقول لك ليه كمان اضيف على الكابتن ربيع ان عمرو السولية هو هاف ديفندر، وانا عارف واجبات الهاف ديفندر كويس عشان لعبتها كتير. الهاف ديفندر لما يروح يعزز موقفه بالشكل الهجومي ودايما يبقى قادر ان هو يحرز اهداف، ده في حد ذاته يعني بيبقى عمل حاجة مختلفة عن واجباته الأصلية. يعني واجباته الأصلية في الدفاع والهجوم مش مضطر ان يجيب هدف، فاهم قصدي؟ يعني هو يكمل في الناحية الهجومية بس ان كمان يكافئ بهدف فده تقديرا له. يعني خلاص عمرو السولية، كابتن هادي، كابتن ربيع. خلاص هنشوف بقى الجمهور معانا على صفحة البرنامج على انستجرام وصفحة القناة على انستجرام وعلى الفيسبوك هيقول ايه. خليني اشكرك كابتن ربيع طبعا. شكرا كابتن. مبروك للنادي الاهلي، يعني فوز مهم وان شاء الله مستمر باستمرار من مباراة اسوان ان شاء الله اللي هتكون يوم الاحد. الحمد لله وبل الدرع ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. اشكرك كابتن هادي. مبروك كابتن. اشكرك. يمكن نتائج الاسبوع ال 24 هقولها لحضراتكم. الداخليه ابتدت بالداخليه والنصر التعدين، فوز 1-0 للنصر التعدين. وادي دجله والشرقيه فوز وادي دجله 2-0. المقاولون العرب ومصر المقصه 2-0 للمقصه. اسوان وطلائع الجيش وفوز غالي لفريق اسوان. الزمالك وامبي فوز امبي 2-0 على فريق نادي الزمالك. بتروجيت والانتاج الحربي تعادل 1-1. والمباراه النهارده مباراه الاهلي والاتحاد السكندري فوز 1-0 للنادي الاهلي. وطنطا والمصري بورسعيد ان شاء الله غدا هتكون مباراه في الاسبوع ال 24 في استاد حرس الحدود بالماكس. طبعا تعادل حتى الان ما بين اليوفنتوس وبرشلونه في بطوله ابطال الدوري الاوروبي. اكيد كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا فريق النادي الاهلي باستمرار. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير.